أهلاً، أنا روكو من سامرسات في جنوب إفريقيا، وأنا واحد من أبطال مناخ كارتون نتورك. الاحتباس الحراري مشكلة تواجه الأرض، له العديد من الأثار الخطيرة كارتفاع مستوى المحيطات لذوبان الأنهار الجليدية والكوارث الطبيعية مثل الأعاصير، وأيضاً يسبب الجفاف. كما أنه ليس من الصواب إيذاء الحيوانات عن طريق الاستيلاء على بيئاتها عبر التلوث أو تلويث مياهها. على المدى الطويل سوف نؤذي أنفسنا إذا واصلنا هكذا. شغفي هو المحيط، لذا أنشأنا موقعاً إلكترونياً عنه. يحتوي موقع The Future Kids على خدمات كثيرة، لكن تركيزنا الرئيسي على تنظيف الشواطئ. من المهم أن ننظف المحيط لتكون الحيوانات بأمان ونحافظ على الحياة البحرية ونحميها من الموت. نأتي للشاطئ ونجمع النفايات. بدأ الأمر بالانتشار والنمو، وبعدها انضم لنا الكثيرون. أود أن يأتي المزيد من الأطفال، سيكون من الأفضل أن يروا ما سيواجهون في المستقبل حتى يتمكنوا من إيقافه عندما يكبرون. نحن نلوث الهواء والأرض، والمياه غير آمنة، وعندما تستعملها الحيوانات تموت. لذا لا تدمر المكان وأنقذ الكوكب. أزلنا 3.5 أطنان من النفايات، وهذا إنجاز بأربع سنوات. نصيحتي هي أن تجدوا شيئاً ما تحبونه جداً جداً، ثم حاولوا إعادة ابتكاره بطريقة تفيد الكوكب. لا شيء لنخسره أبداً في موضوع حماية البيئة. إذا كانت لديكم فكرة ما فحاولوا تطويرها ثم انشروها في العالم. انضموا اليوم إلى أبطال المناخ مع كارتون نتورك وابدأوا بتغيير العالم.